اهلا بكم مشاهدي الكرام، نعود مره اخرى لهذه التغطيه الخاصه لتجمع بريكس وعلاقات مصر باهم الدول المشاركه في هذا التجمع. حول العلاقات التجاريه المصريه الروسيه ينضم الينا على الهاتف ضياء حسون المحلل السياسي من العاصمه الروسيه موسكو. سيد حسون مساء الخير. ربما العلاقات الاقتصاديه بين مصر وروسيا شهدت في عام 2016 تقدما كبيرا، هناك تقريبا مجموعه من الشركات كبيره في تخصصات مختلفه تاتي على راسها الاتجاه للشركات في مجال السياحة وأيضا في مجال الإنشاء والخدمات. ما هو توقعكم لتزايد وتنامي هذه العلاقة الاقتصادية بين مصر وروسيا؟ نعم، مرحبا بكم وبجميع مشاهديكم الكرام. العلاقة الروسية المصرية ليست وليدة اليوم، هي وليدة أكثر من 160 عاما من العلاقات المتبادلة منذ زمن روسيا القيصرية. مرت طبعا بفترات انحدرت فيها هذه العلاقات بفعل ظروف دولية معينة، لكنها تعاد من جديد اليوم. أيضا هذه العلاقات في تطور مستمر رغم الحادثة الأليمة التي أودت بسياح روس في عام 2015، لكنها لم تخل في مجمل العلاقات الروسية المصرية في باقي المجالات. فضرب الجانب السياحي فقط، لكن بقي الجانبان محافظان على تطور العلاقات الاقتصادية الأخرى. روسيا تنظر إلى مصر شريك فاعل ومهم، ليس على المستوى الاقتصادي فقط وإنما حتى على المستوى السياسي. طبعا حاولت تهدئة أوضاع الشرق الأوسط، لذلك هذا ما أثار حفيظة الولايات المتحدة وقامت بتخفيض المساعدات التي تمنح لمصر. لكن عموما السياسة المصرية نراها سياسة ثابتة وسياسة حكيمة، كانت مرتبطة في السابق في المواقف الاقتصادية، لكنها اليوم أصبحت أكثر قوة بعد خروجها من أزمة كبيرة كانت أصابتها في الفترة السابقة. نتمنى نحن أيضا كرعاية في روسيا نعيش، أن نتمنى لهذه العلاقات أن تتطور ليس فقط على الجانب السياحي، لكن هناك جوانب مهمة خصوصا جانب البنى التحتية والاستثمارات الروسية في مصر، ومصر بأمس الحاجة إلى نوع من الاستثمارات الروسية، وروسيا معروفة باستثماراتها في مجال الطاقة والطاقة مهمة لتطوير القطاعات الصناعية المصرية. ربما سيد حسون محطة الضبعة تعتبر يعني مثالا على التعاون الروسي المصري في مشروع قومي كبير مثل مشروع محطة الضبعة. أكيد لدى مصر أيضا تجربة كبيرة في هذا المجال مع روسيا، وجربت روسيا في زمن الاتحاد السوفيتي بناء السد العالي. نعم. وروسيا عندما يتعهدون لدولة ما فإنهم يوفون بوعودهم ويعملون مشاريع دون مصالح مثلا يحصلون عليها كمصالح الدول الإمبريالية، كضغوط مثلا اقتصادية أو ضغوط سياسية. تقدم روسيا دائما لمصر المساعدات وفقا لمبدأ حسن النية، كذلك تنظر دائما روسيا باحترام في علاقتها مع الدول. يعني في زمن الدولة العثمانية عندما كانت مصر تحت الاحتلال العثماني، كانت روسيا القيصرية تنظر إلى مصر باعتبارها لديها نوعا من الاستقلال بعكس نظرتها إلى باقي الدول العربية، وهذا يعني دور مصر الكبير في المنطقة ومعرفة الروس في جوانب الشخصية المصرية التي دائما لا تتبع المحتل بشكل من الأشكال. وبالتالي هنالك نظرة احترام وتقدير كبيرة نراها ونلمسها من قبل السياسة الروسية لمصر، واليوم تضع روسيا يدها في يد مصر من أجل حلحلة الكثير من المشاكل. أهم هذه المشاكل هي في ليبيا والتي تمس مصر في الصميم وتمس الأمن القومي المصري. نرى الروس جدا متجاوبون مع مصر في هذا الشأن، وهذا كله ينعكس أيضا على باقي العلاقات الأخرى وأهمها العلاقات الاقتصادية والعلاقات الاستثمارية. نعم سيد حسون المحلل السياسي من العاصمة موسكو، شكرا جزيلا بالإشارة إلى العلاقات المصرية الروسية التجارية.